السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلك يا مولانا. الله يسلمك. الحمد لله. الله يبارك في عمرك يا رب. وياك. عملك. وياك. لو سمحت يا شيخنا، والدتي رمضان الماضي أفطرت رمضان كامل للمرض، وعندها مرض مزمن مش هتقدر تصوم. والدتي رمضان الماضي أفطرت رمضان كامل للمرض وعندها مرض مزمن مش هتقدر تصوم يعني. فاحنا إن أطعمت مكان كل يوم مسكينا فحسن، وإن لم تفعل فلا شيء عليها. وأنس لما أسن كان يفطر وأطعم مكان كل يوم مسكينا، فإن عملت بأثر أنس ورأي ابن عباس جاز لها، استحب لها، لم تفعل بهم لا شيء عليها. فإن لم تطعم مسكين فلا شيء. نعم. جزاك الله خير.